يا أسعد الله صباحك بكل الخير أستاذ غسان. صباحك تحياتي. أهلا وسهلا بك. يعني نحن نتحدث عن ربما قرار تصدر قريبا بإخلاء بؤرة صبيح دون صدام مع المستوطنين، هكذا جاء من تصريحات جانتس، لكن تخوفات من التحايل الإسرائيلي، واعتدنا دائما وأبدا أن ألا يتم الالتزام سواء كان بالاتفاقيات أو حتى بالأقوال التي تنشر من خلال إعلامهم الإسرائيلي. هل فعلا فعاليات الإرباك الليلي التي يقوم بها أهالي منطقة بيتا واللجان الشعبية من شأنها أن تضغط على الجهات الإسرائيلية لإخلاء هذه المستوطنة؟ يعني واضح أن نحن باليوم 60 على معركة جبل صبيح. هناك يعني أكثر من يعني موضوع سمعناه نحن بالإعلام الإسرائيلي أن هناك سيكون إخلاء أو سيكون غير ذلك، ولكن نحن لا نشاهد على الأرض، بل نشاهد تعزيز الاستيطان ووضع بؤرات استيطانية جديدة وكرفانات جديدة ووحدات استيطانية جديدة. هذا أمر يخيفنا. الإعلام الإسرائيلي يتلاعب، هو نتنياهو رحل الأزمة عنده وضعها في عند بنت، ونحن لا نريد أن نسمع هنا أو هناك. نحن فقط يعني السلوك على الأرض هو الذي سيحكم بيننا. هناك قسم يمين من أهل البلدة، والبلدة تعد أقل شيء 16,000 مواطن، الكل موجود، يعني 99% هم يشاركوا في المقاومة الشعبية في بلدة بيته. هذا عن القرى المجاورة، وهناك اهتمام من سيادة الرئيس أبو مازن، والكل يعني سمع خطاب الرئيس عن أيقونة المقاومة الشعبية. إذا هناك حالة يعني حالة اهتمام كبيرة جدا من كل أطياف أبناء الشعب الفلسطيني. هذا الأمر يعني إحنا نريد أن يعني أن لا نشاهد على الأرض في كيفية إخلاءها، ولأن هناك سقط 4 شهداء ولحد الآن 283 جريح في الرصاص الحي، عدا عن مئات الجرحى في الرصاص بالمطاط والإغماء والتكسير. نعم. الأمور مختلفة في الميدان. نحن نشاهد عمليات الإرباك الليلي مستمرة في ساعات النهار، عمليات المقاومة الشعبية، وهذا أمر هو يعني أصبح الكل موجود داخل هذا الحراك. لن يتوقف هذا الموضوع إلا فقط بإزالة بؤرات. طب يعني بصراحة سيد غسان، نحن نتحدث أيضا في ظل، إذا ما رجعنا للوراء قليلا، الفترة الماضية والانشغال بقضية حج الشيخ جراح والأحداث الأخيرة، العدوان الأخير الإسرائيلي على قطاع غزة، لم تتوانى إسرائيل ولم حتى تضيع الوقت والفرصة لأن تقوم بوضع مخططات لبناء وحدات استيطانية على الأراضي الفلسطينية. في ظل هذا الواقع وفي ظل المجردات التي نعيشها فعليا، هل لا زال الوضع يستدعي أننا نقول فعليا نحن في مرحلة خطرة وقد تجاوزت حد الخطر بسبب انتشار هذه البؤرة الاستيطانية في مختلف البقاع الجغرافية الفلسطينية؟ نعم، أختي بالأمس كان هناك قرار لحكومة الاحتلال الإسرائيلي وهي توسيع 31 مستوطنة في الضفة الغربية، وهذا الموضوع هو ألو نعم. يعني أنا حاج إسرائيل ممكن بس نعم بالتأكيد نتمنى لك السلامة، كل السلامة خلال تنقلك، ونحن على دراجة أن دائما وأبدا يعني العراقيل التي تتواجد. طب أنك شايفني طالع، أنا انت شايفني طالع معلم. اجمالا نحن لربما سنحاول الاتصال والتواصل لاحقا مع سيد غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفه الغربيه. اذا كان قد اكد ان المحاولات الاسرائيليه لا تزال متواصله ولا تضيع الوقت من اجل بناء المزيد من الوحدات الاستيطانيه في مختلف الاماكن. مره اخرى، ما يزيد عن 60 يوما من فعاليات الارباك الليلي من اهالي بيتا تضغط على الجهات الاسرائيليه
الإرادية لإخلاء مستوطنة المقامة على جبل صباح في بيتا جنوب نابلس. إجمالا نكمل معكم في صباحاتنا، نوجه التحديات الصباحية عمر الجلاد، أسعد الله صباحك بكل الخير، الخالة أم عصام والعم أبو عصام صباح الخير، الخالة زاهرة الجلاد أم العبد يسعد صباحك، وأيضا لعبد يسعد صباحك، ولا ننسى مريومة شنار صباح الفل والياسمين لك ولكل الأحبة والمتابعين. نكمل معكم وأينما كنتم، والمزيد سيكون